السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، تحييكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. ازوف اللون، بدايه كنتمنى ان الفيديو هذا يلقاكم صحه وبعافيه وتكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير باذن الله تعالى. كنتمنى لكم اليوم جمعه مباركه ان شاء الله، وخا جات متاخره لكن كنتمنى لكم جمعه مباركه تدخل لكم بالصحه والعافيه ان شاء الله وبالمتمنيات. اخواني، هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم على واحد البوست اللي كنت حطيت البارح ديال واحد الاخت في تركيا، ديك الاخت المغربيه اللي وقع لها واحد المشكل تما، وجات عندي التعليق قالت لي بغيت الرقم ديالك، عطيتها الرقم ديالي، بدات كتهضر معايا وراتني الوثائق وراتني المسائل. سيده مزوجه بواحد السيد واحد الدوله عربيه، العراق يعني، نقول من الاخر يعني بكل صراحه عراق، فين يعني فين ما مشيتي راه كاين طالح وصالح، يعني ماشي حنا نبقاو دائما فين ما مشيتي كاين الصالح والطالح، يعني راه ماشي هما آلهة ولا مقدسين، كاين حنا عندنا الخايبين والزوينين حتى هما عندهم الخايبين والزوينين. المهم كانت مزوجة بواحد السيد من العراق، ما نعرف كيفاش مشاو لتركيا، شوف تركيا السيد هز قلعو وخلاه هو هي والولاد وزاد لبلادو. المرأة من الاخر محنسرة تما في تركيا وعندها الولاد و الباسبور ديالها وفى سالم. انا فاش هضرات معايا فاش حكات لي هاد القصة هادي، شنقول لكم، مرضيتش بكل صراحة، مرضيتش ان بنات بلادي يوقع لهم بحال هادشي. وانا اجيكم دابا حنا غادي نهضروا في هذا الموضوع مزيان اليوم، غادي نهضروا عليه وغادي نرد على شي وحدين اللي نتوما عارفين هادوك اللي كيستغلوا بحال هاد المواضيع باش يسبوا المغاربه، انا غادي نرد عليهم. فانا بقى في الحال ان ما بغيتش نقول المغربيات كيطيحوا من قيمتهم، لكن على ما حكت ليا هي يعني سيدة سافرات باش تزوج بيه وراتني القاغيط، مشاو لتركيا، علاش هادشي؟ علاش هادشي كلو؟ علاش ما يجيش هو المغرب ولا ما عرف مشاو لتركيا وعاد دخلوا العراق؟ المهم ما عرفتش انا، انا عندي كاع الباسبور ديالها، عندي التصاور ديالها، عندي هاد ديالها كلها. ف شنو وقع؟ واحد الاخت فرنسا صيفطات لها الفلوس، كنحييها يعني اخت فاتحه، نقول لها نذكر الاسم ديالك يعني لان كي داك المبلغ اللي صيفطتي لها كبير، تحياتي ليك. واحد الاخ في هولندا صيفط ليا حتى هو، كنحييه سي دريس ريفي، تحياتي للريافه ديال هولندا، ريفي في هولندا صيفط ليا حتى هو. واحد الاخوان صيفطوا ليا، واحد الاخت نذكر الاسم ديالها لبنى في فرنسا صيفطات ليا حتى هي واحد البركه. المهم جمعت هذيك البركه وزدت عليها واحد البركه ديالي انا وصيفطت عليها اليوم، اضافه الى هذيك البركه اللي صيفطات ليها الاخت من فرنسا. مشات اليوم بغات تخرجهم، ما يمكنش تخرجهم لان الباسبور ديالها سالا في 2020 والسيده محنسره تما. فانا عندي واحد الرجاء المغاربه اللي في تركيا، واتصلت بي واحد السيده مشهوره في تركيا، ما خديتش الاذن باش نذكر الاسم ديالها، راه غادي تقوم بالواجب معاها، لكن عندي واحد النداء للقنصليه المغربيه في تركيا انها يلقاو لهاد السيده شي حل، مع العلم انها راه ساكنه في واحد المدينه سميتها اوردو، يمكن بعيدة على فين المكان فين كاين القنصلية يعني بكيلومترات. فكنتمنى انهم يلقاو لهاد السيدة شي حل، وماشي لهاد السيدة كل المغربيات اللي واحلين تما، اللي واحلين في الشرق الاوسط. فهاد الموضوع هذا كيعلمني صراحة بزاف، لان كتشوف المغربية مسكينة على نيتها غادة تما في الاخر. ما بغيت انا نبقى يعني نقول لها غزال فيك الله ونتشفى، ولكن بغيت نوجه واحد الرساله لدوك الاخوات المغربيات اللي كيصحابهم راه الى برا راه جنه، راه
ما تمشيوش غالطين برا ماشي جنة، ولاد برا ماشي ملائكة، سيرتو دوك النواحي ديال الشرق الاوسط. مع احتراماتي لان ماشي انا كنعاير ولا كنسب فيهم ولا كنقص منهم، لكن كتشوف انت عندك الدال، عندك بزاف الحالات، عندك بزاف الحالات. يعني مغربيه في امريكان ما كتلقاش مشكل، مغربيه في المانيا ما كتلقاش مشكل، مغربيه ما عارفين علاش، مغربيه في الشرق الاوسط اللي كتلقاها وفي الخليج. هذا دوك الناس ما عرفتش انا واش كيصحابهم المغربيه الشيطات ولا ما عرفتش، كيشدوا المغربيه يستغلوها ويرميوها في الاخر بداو يحلوا فمهم. راه نتوما داكشي كديروا كما كيديروا شي بناتكم، يلا من الاخر شنو عاد بالكم نتوما بناتكم مقدسات؟ عندكم اصحابكم المغربيات راه ملك اليمين، ولا مغربيات اما العوره من الصوره الى الركبه، وانتم حره، الحره لا تزني. كيف الحره لا تزني؟ يعني حره ما تزنيش ولا راه زينه داك العنتريه الفارغه. ما تشوفوش غلطين، المغربيات كريمات عفيفات شريفات. اول مره بنات الجامعه في العالم كانت امراه مغربيه، فما تشوفوش غلطين. راه دابا نعيش في اوروبا والدواسه بداو كيبانوا، فاش جاوا هنا والحريه وداك الشيء راه خرجوا رجليهم الشواري بناتهم. فغير حنايا كتلقاها كتشوه راسها خارجه في اليوتيوب وكتعاير، اما هما راه كيديروا كتا فين بان هذوك ديالنا حنايا، فين تبان هذيك اللي ما نعرفش شكون سميتها وهذاك شنو سميتو. و بالمناسبه واحدين دوك حدا الوحده الترابيه الذباب الالكتروني الجزائري كيرسل لي واحد الصوره ديال واحد خيتي دابا الان، قال لك راقصه واحد مشوهه، واحد خيتي داير الشوهه، شوف هذه دارت وهذه دارت. وحتى نتوما نقول لكم شوف الشاب عبدو، يعني مازال هذيك راه اوتوروفيرس، هذيك عادي نورمال، ولكن واحد شنو واحد اوتو شاب عبدو عندكم نتوما شنو؟ عجبت لي وحده عندي عجبت لك انا 10 عندك، ما تبقاش تستغلوا هادشي. وزيدوا فوق هادشي كله حنا هادشي المشاكل ديالنا حنا الداخليه، حنا عندنا مشكله مع هذا، عندنا مشكل داكشي كيبقى امر داخلي ديالنا ماشي شغلكم نتوما. بيننا وبينكم الصحراء المغربيه صافي، ياك سدي الحدود، ياك سدي الجو، يا قطعتوا الغاز، يا قطعتوا الهواء، يا قطعتوا ما نعرف شنو، صافي. اش باغي عندنا مازال؟ اش باغي عندنا مازال؟ جايين كتقولوا لا شوف نتو، شوف انت عندك الدعاره، شوف انت عندك النص ديال المغربيات، شوف انت عندك اطفال الشوارع، اطفال داكشي كيبقى امر داخلي ديالنا حنا. ما واش حنا متقرين عليكم؟ واش كتصرفوا عندنا نتوما؟ ما فهمت انا جايين داخلين اش دخل دابا الصحراء المغربيه في هادشي اللي عندنا؟ هذه ازمات اجتماعيه عندنا، ما كيما عندكم نتوما، وانتوما ممكن تكون اكثر منا 1000 مليون مره. انا اللي جلست وجبت لكم الدوسي ديالكم، وجبت لكم الاحياء الجامعيه ديالكم شنو كيوقع فيها وكذا، ما راه مشكله. راه كاين مثال الشاب عبدو، كاين بزاف ديال الشباب عبدو اللي تجي تقول لي راه فينا هي فلان، فينا هاد فلان شنو دارت وهذا شنو دار. حتى نقول لك الشاب عبدو هاد الذهب اللي عنده واش بصح ولا جالوق؟ يلا ما فهمتش انا، ما فهمتش. صافي نتوما كتحاربونا، باغيين تقسموا المغرب، كدعموا صدر السلاح، حيت حنا عندنا هذا ولا عندنا هذه ولا عندنا هذه، وحده كمشوهانا. دابا حتى هاد القضيه اللي تكلمت عليها، هذه هاد الحاله هذه ديال هاد السيده هذه اللي في تركيا اللي وقع لها داك المشكل، ركبوا عليها حتى هي وكيكتبوا لي في الواتساب انا جزائري بغيت نعاون هذيك المراه اللي هذيك المغربيه اللي في تركيا. واش نتوما عند بالكم حنايا كنرضعوا صبعنا، ولا حنا طايحين على راسنا، ولا حنا عندنا ما نعرف النقص ديال البروتين؟ راه ولد، انا ولد دول الكره، انا ولد دول الكره ومدوز الغربه، دونك راه الحرب العالميه الخامسه. ما تجيش تضحك عليا نتايا، راه عشت هنا مع شي اقوام، تا فين يبان داكشي ديال المغرب؟ تضحك عليا حباش نقول لك لا كتصيفط ليها، اما تصيفط ليا ودلني تي تقول لهم شوفوا هذا راه كذا، حنا صيفطنا عاونا المغربيه عاونا هادي، ولا تبقى تضحك تقول لهم تشوه راه يوسف لاين كي. لا حنا ما كنطلبوش، حنا المغاربه حرار، واش حنا ما بقاش عندنا الرجال؟ لا الحمد لله عندنا الرجال، وبينوا في هاد الحالات تبين دابا هي حطيت المنشور الناس كيصيفطوا ليا الرجال وعيالات، تحياتي للاحرار والمغربيات الحرات اللي فيهم النفس على ولاد بلادهم.
مغربية اتصلوا بي والمغاربة رجال اتصلوا بي من كل أطياف عربا وأمازيغا. وأول وحدين اتصل بي ومريافة ديال هولندا اتصلوا بي باش يعاونوا المرأة. باش يعني نقول معكم صريح، انتم سيروا عاونوا الفقراء اللي عندكم، على الجزائر ما بقاش فيها الفقراء. حتى تجي هنايا وتقول لي بغيت نعاون ديك المغربيه، عاون دوك الفقراء اللي عندك في الجزائر. ولا ما كنتيش عارف بان عندكم فقراء في الجزائر، اجي عندنا نوريهم ليك. ما تجيش انت تستغل هذه القضيه باش تبين راسك انك انت راه ما عرفتش شنو، وتبين لنا المغاربه ان احنا مدلولين، احنا ما عندنا كرامه. الحمد لله عندنا كرامه، احنا ما كنطلبوا حد، ما كنسعوا حد. السيده اتصلت بيا عندها مشكله كتوقع لاي واحد في العالم، ونحس وعارف الغربه. الغربة أي واحد مشى للغربة ضروري كيوقع عليك، يعني كتمر عليه شي أوقات كيتحنسر. فما تجي ولا تقول لي لا في سبيل الله نعاونو، لا سير عاونو ولاد بلادك، عندكم الفقراء في بلادكم عاونوهم، أما حنا قاعدين في شغلنا. عندنا الرجال الحمد لله قادرين نهزو، حنا ما كنطلبو حد، ما كنسعاو حد. وأنا ما نرضاش نمد يدي لشي واحد ماشي مغربي باش يعاون وحدة مغربية. هادو كلهم اللي عاونوا هذيك المرأة وصيفطوا لها اليوم الفلوس، صيفطنا لها واحد البركة، كلهم مغاربة، كلهم مغاربة الحمد لله، مغربيات ومغاربة. تحياتي ليهم، بذكر الأسماء ديالهم في الأول. واللي ما قدرش يساعد بالفلوس قسما بالله اتصلوا بيا الناس اللي ما عند اللي الناس اللي ما عندهمش إمكانية يساعدوا بالفلوس في المغرب، قالوا لي حنا نمشيو نوقفوا معاها إلى جات ونديوها نصوب لها الأوراق وهذا والمسائل. واحد المرة اتصلت فيا في الرباط قالت لي أنا نديها للقنصلية وقالت لها المسائل إلى جات الباسبور والمسائل ديالها الأوراق ديالها، ونشوفوا لها فين تخدم إلى جات وكيفاش تندمج. الحمد لله حنا ولاد الخير. انتوما غير كتقلبوا على اي تقبة فين تدلوا المغاربه وفين تبينوا المغاربه انهم مدلولين، وجي تقول الطلابه ما طلابه. حنا ماشي طلابه الحمد لله، انا عندي الوراق كلشي، داكشي اللي وصلني صيفطته اليوم. بالعكس انا زدت من عندي، يلا من الاخر انا زدت فلوس من عندي وصيفط للسيده. فسيروا قلبوا على شي لعبه اخرى. وعندي واحد الرسالة في الأخر لبنات بلادي المغربيات، شوفوا أنا تكلمت على هذه الحالة ديال هذه المرأة، تكلمت عليها باش نعطي درس ونحذر دو هذوك المغربيات اللي عند بالهم مرأة تورتيا عرضوا سميتو ذاك مهند ومخند وذاك شي. ها انتوما شفتوا المعقول؟ ها المعقول؟ هذا مسكينة دار التعيات المرأة، وكنكروا هاد الدياب في الخر رجعت لولاد بلادها. ودارا المغاربة رجال الحمد لله. وحيدوا ديك الفكرة ديال أن المغربي راه كدا. انتوما اللي شوف أي بلاصة في العالم فيها الصالح والطالح. دابا انت الا بغيت تخدر عينيك بغيت كتمشي لشي جرداجي نورمال، بقا تشوف الزبل كتمشي للزباله. يعني واش كاع المغاربه خايبين؟ كاع رجالات المغرب كيحتقروا المراه؟ كاع رجالات المغرب كيتعداو على المراه؟ انا با مغربي، انا با مغربي ما عمري شفتو هز يديه على امي. يلا لكن كاين غير نتوما قلبوا على ولاد الناس، قلبي على ولاد الناس، قلبي عليه وما تقلبيش على الطوموبيل وعلى الكذوب. مع احتراماتي عين كاين شي طماعات نقولها بكل صراحه، ما كتبغيش هي تبني مستقبلها مع واحد ولد الناس اللي مسكين يبدا عصير وتعاون هي وياه وهو يخدم وهي تخدم ويديروا دويرتهم والحديده ديالهم والمشريع ديالهم. لا هي كتبغي كلشي يكون واجد بالحديده والكذوب وبخ والخر، كتصطدم بامر الواقع وكتولي كتخرج تبكي تشوف التيفي وتشوف ما عرف شنو. شويه القناعه، شوية الصبر، راه ماشي كلشي غادي يطيح لك من السماء. ما كاينش شي حاجة ساهلة في العالم. وحنا عندنا ولاد الناس الحمد لله المغاربة فيهم الرجال. وكما قال الله سبحانه وتعالى غادي نختم بهذ الآية: الطيبون الطيبات والخبيثون الخبيثات. وإلا شي بنت الناس طاحت في شي واحد، طاحت في شي واحد خايب، ولا عائلته خايبين كيتكرفسوا عليها، خصها تعرف بانها هي طيبه وهو خبيث، هي طيبه وهو خبيث، وربي بغاها ما تبقاش مع داك الخبيث.
بغات تشوف شي طيب وانا شفت بحالات بعيني. شو تصبر وتخلوا بالاخلاق وتخلوا بالانضباط وتخلوا بالصبر، ربي ما غاديش يخيبكم. نتمنى هاد الدرس وهاد الرساله تكون وصلات ليكم، سيرتو نتوما البنات، لانكم نتوما هما الحلقه الضعيفه. وحنا كمغاربه ما كنرضاوش انكم يوقع لكم بحال هاد المشاكل. وهاد هاد خياتنا اللي كيجيو كيسبونا راه بلا ما نجبد لكم نتوما الدوسي ديالكم، من الاحسن سيرو تكملوا. بارك عليكم الشاب عبدو، تحياتي لكم ونعاودوا فيديو جديد. شكرا.